يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وزي ما متعود اقول معاكم بناخد فكره كده جميله قوي، ان جه وقتك للبركه، جه وقتك تسمع كلمه ربنا، جه وقتك ترنم مع المرنم، جه وقتك تفتح ذهنك لاشياء جديده ربنا يبعتها لك. يمكن جه وقتك النهارده تاخد رساله من ربنا انت شخصيا، يمكن ربنا عايز يكلمك في موضوع مهم قوي. عشان كده نفسي قوي تكون على الشاشه النهارده وما تروحش بعيد، وتخلينا كلنا مع بعضينا الليله دي ناخد كده حاجه طعام من ربنا في الوقت اللي احنا فيه ده. احنا في وقت بصراحه محتاجين ربنا امام الله، زي ما بقول لكم كده. عارفين انا دايما بقول لكم الصراحه، اني بقول له كده احنا واقعين في عرضك، احنا واقعين في عرض ربنا، عايزين ربنا يعمل حاجه معانا، يعمل حاجه مع عائلتنا، يعمل حاجه مع اولادنا، يعمل حاجه مع بيوتنا. نفسنا قوي فعلا ربنا يتمجد. عشان كده معانا ضيفنا الجميل النهارده المرنم، واقول لكم انا هتكلم معاكم عن ايه، لكن معانا فادي حنا. اهلا بيك يا اخ فادي. حبيبي شكرا، منور المكان يا بابا. شكرا ليك يا بابا. فادي شخصيه جميله جدا، انا مش بجامل ولا بعمل اعلان، انا مش بعمل كده ابدا. انا طلعت مع فادي نهضات كتيره جدا، واعتقد لسه طالعين كمان شويه، لكن شخصيه جميله، شخص يعني في مسحه الروح القدس. هنسمع تنيمه منه ونبدا بيها البرنامج. لكن تقول لي الحلقه عنوانها ايه؟ الحلقه النهارده عنوانها نور في وسط العتمه. معايا ولا مش قوي؟ اقولها تاني، نور في وسط العتمه. امام الله محتاجين فعلا نور في وسط العتمه اللي احنا عايشين فيها. النهارده هنرحب بتليفوناتكم غير العاده. يعني ايه غير عاده؟ يعني تحت امرك في اي وقت من اول دقيقه. انا معيش ضيف احرج منه، انا موجود معاكم. اطعوني، اتصلوا، اتكلموا، اطلبوا البصاله، اتدخلوا في الموضوع اللي انا هتكلم فيه. انا واثق تماما ان الروح القدس يحمل لنا كلمه منه الليله دي، كلمه منه. امين. تعالوا بينا نقول له كده تكلم يا رب. نرنم مع فادي ونرجع مع بعض نتكلم في موضوعنا نور في وسط العتمه. يلا نرنم مع بعضينا. تعالوا بينا نعلن اطمئناننا. أنا مطمن، أنا مش هخاف، أنا محمول على الأكتاف. أنا مطمن، أنا مش هخاف، أنا محمول على الأكتاف. أنا مطمن، أنا مش هخاف، أنا محمول على الأكتاف. وإن مرة عديت في تجارب هيرد المسلوب أضعاف، وإن مرة عديت في تجارب هيرد المسلوب أضعاف. أصلا أنا غالي عليم، محفوظ جوه عليم. أصلا أنا غالي عليم، محفوظ جوه عليم. متشال على أكتافه وحمايتي في إيديه. متشال على أكتافه وحمايتي في ايديه. يا ما شملتني رعاية سماوية، يا ما حفظتني عناية إلهية. يا ما شملتني رعاية سماوية، يا ما حفظتني عناية إلهية. وإن مرة مالت سفنتي يعدلها بإيده القوية، وإن مرة
سفنتي يعدلها بإيده الأم. قول معايا أنا غال، أصلا أنا غال عليم، محفوظ جوه عينيم، أصلا أنا غال عليم، محفوظ جوه عينيم، متشال على وحميتي في ايديه، متشال على اكتافه وحميتي في ايديه، عينه علي ماسك ايدي وسط الامي هو سنيني، عينه علي ماسك ايدي وسط الامي هو سنين، وان مره عديت في الام تلمسني ايده تقويني، وان مره عديت في الام تلمسني ايده تقويني، اصلا أنا غال عليم، محفوظ جوه عينيم، أصلا أنا غال عليم، محفوظ جوه عينيم، متشال على أكتافه وحميتي في إيدي. مبارك رب إلى الأبد. هاللويا. يعني وأنت بتقول كده أصلا أنا غالي عليك، أنا غالي عليك. هاللويا. تعبير قوي جدا يا فادي حقيقي. أنا غالي عليك، محفوظ جوه عينيك. هاللويا. ومتشال على الأكتاف. أيوه. ده ما أعرفش يعني، أعزائي المشاهدين بيقولوها بالتعبير البسيط ده كده يعني يبقى مدلعني قوي يعني. ايوه. يعني بجد فعلا حاجه يعني قد ايه ربنا واخد باله مننا. هللويا. قد ايه ربنا بيرعانا وفي حمايه، في حمايه ليك. أيوة. في حمايه ليك ولبيتك ولعيلتك وناسك كلكم، صدقني الله. هللويا. الله عامل حمايه. أيوة. انا بحس بيها، بحس بيها يوميا حقيقي. انا شغال ساعات اصلي واقول يا رب اعلن، انا بعلن حمايه، حمايه على جسدي، حمايه على بيتي، حمايه على خدمتي، حمايه على صحتي، حمايه على كل ما افعله، حمايه. انا النهارده بصلي معاك انك تعلن حمايه الليل، اعلن حمايه الليل. الرب يدينا نعمه ودينا بركه، نور في وسط العتمه. ايه رايكم في الجو اللي احنا عايشين فيه؟ مش عتمه؟ مش 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 حقيقي فعلا؟ ولا انا بقول كلام حقيقي؟ احنا سيبك من الانوار اللي تشوفها دي، ما وانا سايبها بعض الاحيان يعني لا، النور قطع بقت عتمه. ف يعني ما اعرفش انت عايش فين وظروفك ايه اوضاعك ايه، لكن النهارده الرب بيقول لك انا هنقلك من العتمه وهحطك في النور. شوف قد ايه بقى. تعرفين لما بيبقى النور مقطوع ويجي النور، يعني يقطع ساعة ساعتين، أول ما بيجي النور إيه اللي بيحصل؟ تعرفين إيه اللي بيحصل؟ أنا بكلمك بجد، أنا بعمل كده. أنا معرفش حضراتكم بتعملوا كده ولا لأ، مجرد ما النور يجي أنا أقول هيك، أنا بفرحت قوي إن النور وصل. أه، فرق كبير بين النور وبين العتمة، فرق جامد جدا. عشان كده النهارده عايز أقول لك على حاجة، الله عايز مننا إيه؟ دي أول حاجة عايز أتكلم فيها. ماشي؟ انتوا معايا ولا خليكم معايا. الله عايز مننا ايه؟ واحد، انا هكون بسيط مع حضراتكم، اتكلم مع بعض. الله عايز مننا ان احنا نكون نور في وسط العتمه. انا ما بحبش الاسلوب اقول عايز منك، انا الاسلوب ده مش بتاعي قوي، لكن عايز مننا كلنا بما فيهم انا زي حضرتك بالظبط، عايزنا نكون نور في وسط العتمة. عارف انا يعني جبت لك آية
من إنجيل متى أصح 5 وعدد 14 يا أخفادي. الآية دي حقيقي يعني أنا تأثرت بيها جدا واسمعها معي اسمعها معي. فمتى 5:14 ويعني يمكن أخذ كم عدد كده. أنتم نور العالم. شوف زي بيقول أنتم إحنا نور العالم. طيب لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. طبعا فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. خدتوا بالكم معايا؟ يبقى عايز من الرب إيه؟ عايز مني ان اكون نور للعالم. نور وما ينفعش يجي نور تحت المكيال اغطيه يبقى مش باين. لا طبعا ما ينفعش. لازم يبقى باين يبقى ظاهر عشان النور يقدر ينتشر. عارف ازاي ينفع يبقى في لمبه في الاوضه اللي انت قاعد فيها حضرتك واجيب كده طبق كبير واجي مغطي بيه اللمبه دي؟ طب الأوضة هتبقى ظلمة. ما ينفعش. الله بيقول أنتم نور العالم. أنتم نور العالم. يعني احنا دايما بنصلي يا رب دي نعمة ان اكون نور للعالم يا رب. انا ما اقدرش لوحدي ابقى. انا محتاج الروح القدس اللي يسندني عشان ابقى نور للعالم. ما انا ساعات بتعصب وما بعرفش ابقى نور للعالم. ساعات بغضب وما بعرفش ابقى نور للعالم. ساعات يعني عارف ازاي يبقى جوايا روح انتقام ومش عايز مش عارف ابقى نور للعالم. بعض الاحيان بيبقى مواقف كده ابقى في موقف وانا سايق العربيه مثلا يا ممكن واحد ينرفزني يخش غلط يعني ورسيمة في البلاد اللي احنا فيها هنا يعني السواقه مختلفه شويه يخش غلط الاقي نفسي اتعصبت عليه هتعصب عليه. فلا الله بيقول ان في كل وقت انا سايق انا على التليفون انا بكلم مع حد انا ماشي في الشارع انا بتعامل مع حد انا اكون نور للعالم. يا رب اعني. انا بقول اعني ان ابقى نور للعالم. ساعدني يا رب. اسمعوا في آية جميلة قوي تاني ممكن اسمعها لو حبيت يعني الأخ يحطها لنا على الشاشة. الآية دي في أشعياء 9:2 أنا أقول بشويش عشان نلحق نحطها على الشاشة يعني. أشعياء 9:2 طيب يقول الشعب السالك في الظلمة. الشعب السالك فين؟ في الظلمة. في الظلمة لأني يعني لأني أحب الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. طيب الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا. مبارك الرب إلى الآن. أبصر نورا. اسمع كده نورا عظيما. ها الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. يعني الجماعة سالكين في الظلمة أبصروا نورا. الله عايز يعمل معانا كده. عايز يبعث لنا نور. احنا تعبنا من الضلمة تعبنا من العتمة تعبنا من مناظر صعبة قوي بنشوفها. انا مش عايز اتكلم بأي تفاصيل. انا عايز اقول النهاردة ان تعبنا فعلا من العتمة امام الله. طب تعال لو قطع النور ساعة نقول ماشي اوكي نستحملها. بنفتح الفلاش اللي على التليفون ونعيش حياتنا. طيب لو قطع ساعتين نعمل ايه؟ امام الله بنزهق. انا بكلمك بجد بنزهق. طب لو قطع 3 نعمل ايه؟ طب لو واحد عايش في العتمه طول عمره يعمل ايه؟ انا بكلمش على عتمه اللي هي النور الطبيعي ده. عتمه من جوه. عتمه جوه 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 في خراب جوه في دمار جوه في عتمه. انت محتاج انك تاخد نور. انا محتاج النهارده اقول له يا رب من فضلك يا نور رب. حياتي يا رب. يا رب. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم وبدأ التليفونات ناخد تليفون قبل ما نيجي الفكره الثانيه. طيب الو الو مين معايا؟ رنا. ايوه انا اخت انا اخت رنا اتفضلي. اختي رنا اتفضلي اتفضلي تحت امرك اتفضلي.
الو ايوه يا اختي رنا اتفضلي عشان بس ما نضيعش فرصه الهوا خساره يعني اتفضلي ادخلي على طول اتفضلي عايزه اكلم الاخ فادي اهو سامعك هو اتفضلي يا اخت رنا نبعد عن التلفزيون ونتكلم من التليفون ونبعد شويه بعد اذنك يعني سوري سوري نبعد شويه نبعد شويه ايوه اتفضلي الو ايوه رنا رنا راضي تحت امرك احنا سامعينك حضرتك ازيك يا اخي فادي ازي حضرتك انا رنا من الجمعيه اهلا بيكي اهلا بيكي يا رنا ايه المداخله ايه المداخله بتاعت حضرتك ايه الصوت انت في حته ما فيهاش شبكه فاحنا مش عايزين بس نضيع وقت شويه ناخد بنت الرب انا سهلا بيكي اهلا الو الو بنت الرب الو اتفضلي ايوه مساء النور انا عايزه تلبس صلاه انا البرنامج الحلقه النهارده على البرنامج الانسان اللي في العتبه ومحتاج النور انا محتاجه للنور عشان عندي ابني عيان شويه ومحتاجه تسلي له لان هو وحداني ما عندي غيره ونفسي الرب يشفيه وانا واثقه من ربنا يرزق يا رب امين عايزه تلبس صلاه اسمه ايه؟ تسليها لي ازاي انا قاعده بتكلم في التلفزيون اسمه ايه ابن اسمه ايه ابن حضرتك اسمه ايه؟ اسمي صمويل صمويل عايز اكتب تسميني وانا قاعده قدام التلفزيون حاضر حاضر غمضي عينك طيب غمضي عينك غمضي عينك يلا غمضي عينك يا رب انا بشكرك من كل القلب لاجل محبتك ولاجل ان الناس بتتعلق فيك يا رب الناس ماسكه فيك الناس عايزاك الناس بتشتاق قوي انها تكلمك وانت بتشتاق قوي انك تسمع للناس كمان المحرومه التعبانه المكسوره الاخت بتقول ان صامويل ابنها اللي ملوش غيره تعبان ممكن يا رب تزوره زياره خاصه وتلمسه الليله ممكن تحط ايدك يا رب على صامويل لمسه غير عاديه الليله لعبدك يا رب النهارده في اسم المسيح في اسم يسوع يا رب صامويل يشعر بانك انت حطيت ايدك عليه انا بشكرك من كل القلب لانك تسمع وتستجيب امين امين شكرا لك خليك معنا لاخر حلقه نصلي مره تانية لكل الطلبات الصلاه اهلا بيك انا بيك خدتوا بالكم اعزائي المشاهدين قبل ما نسمع ترنيمه تانية الله عايزنا نكون نور للعالم اقول نقطه تانية قبل ما نسمع الترنيمه ماشي يا فادي تحضر لنا ترنيمه كده الترنيمه يعني انا عارف ان طلبت من فادي شويه ترانيم ان شاء الله تتقال يعني الله عايزني اعمل ايه تاني عارفين مش بس نور للعالم اجي لك في حته تانية الله عايزنا نكون دعاة سلام ايه رايكم انت سامعني تقول لي ليه هو الكتاب في انجيل متى 5:9 قالها واضحه سامعني الله يخليكم فضلكم متى 5:9 طوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون خدتوا بالكم احنا محتاجين ندعو للسلام احنا تعبنا من اخبار حروب من اوجاع من الم امام الله تعبنا انا بكلمك بجد احنا عايزين الرب ينشر السلام يا اخي يا رب المسيحيه فيها تعليم جميل جدا اقولها لك كده اقولها لك وان شاء الله في حلقات تانية نتكلم عنها كتير يسوع المسيح الهنا له كل المجد يدعو دائما للسلام هللويا طيب قبل ما اكمل معاكم لاني يعني النقطه دي مهمه قوي اخد حنا من القاهره انا وسهلا بيك اخ حنا اتفضل الو ايوه اخ حنا اتفضل الو اهلا بيك اتفضل ازيك يا رجل الله اهلا بحضرتك اتفضل انا حضرتك والد المرنم الفادي الجميل فادي قدامك ايه ده معقوله اهلا وسهلا بيك اخ حنا منور اهلا بيك اهلا بيك يا حبيبي فادي انا مشتاق ان انا اشوفك كتير يعني الله يكرمك فادي ده برضو زي ابني يعني بقى
ربنا يباركك يا عزيزي. حبيبي فادي تعيش حبيبي فادي، بيحكي لي عنك بكل خير. يباركك يا رب. شكرا. انا فعلا مشتاق ان انا اشوفك واقعد معاك اخذ منك بركه. ربنا يباركك، البركه من رب يسوع. امين. حاضر، لازم اشوفك لازم اشوفك. الو، ناخذ اخت ايفون من لندن. اهلا وسهلا بيكي ايفون من انجلترا. اهلا وسهلا بيكي. ايوه انا كنت طالبه طلبه صلاه لبنتي، عندها مشكله اجهضت وزعلانه قوي حزينه انها عملت كده. يا رب. يا الموضوع برضو صعب شوية. بنتك اسمها ايه اخت ايفون اذا حبيت يعني؟ اسمها اليزابيث. اليزابيث. بحط اسمها بس عشان ايه لما نيجي طلبات صلاة نذكر اليزابيث. الرب هي موجودة معاكي ولا مش بتشوف الحلقة؟ لا مش بتشوف الحلقة. طيب لما يعني بعدين حتى تبقى تساعديها يعني انها تشوف ونصلي لأجلها وثقين ان رب يرفعها من الدايره اللي دخلت فيها دي، من العتمه اللي هي فيها دي. الله ينقلها. أيوة. لنور جميل النهارده، نور في امل. امل الهنا. أيوة. عظيم الهنا. عظيم الهنا. عظيم مبارك اسمه الى الابد. شكرا ليك يا اختي ايفون. انا اختي عزيز من الجيزه. انا وسهلا بيكي. اهلا بيك. ازيك يا سيد سمير؟ منورين في العتمه. الله يخليكي. هاليلويا. احنا عندنا نور هنا في الاستوديو بس احنا منورين في عتمه العالم. انا عايز اشارك معكم في ترنيمه. يعني ايه ترنيمه؟ عايز اشارك بترنيمه. طب ما معانا مرنم. ربنا يبارك. معانا مرنم. ايه رايك اوعدك يعني... معانا مرنم. مرنم جميل. ايه راي حضرتك انت عايزه ترنيمه ايه؟ قولي اسم الترنيمه. انا الرب مديني مواهب تعليم. يباركك يا رب. انت دي تعليم انا لحنتها عايز اشارك بيها. طب خلاص اوعدك سيبي اسمك في الكنترول روم وتليفون حضرتك عشان بس وقت البرنامج والاخ فادي جايبينه معانا يرنم. لكن ان شاء الله اوعدك ان شاء الله لازم نسمعك والرب يباركك. سيبي تليفونك بعد اذنك. اهلا وسهلا بيكي. ربنا يباركها. ربنا يباركها. طيب قبل ما نكلم دعاة السلام ان الله يعني عايزة ننشر السلام. الله مش عايزة ننشر البغضة، الكراهية، الحرب. الله مش عايزة نعمل كده. الله عايزنا نكون دعاة سلام. طوبى لصانع السلام. عارفين في حادثة حصلت يا فادي. الرسول بطرس كان مسيح رايح للصلب والرومان خلاص مسكوه. بطرس زعل ان ازاي سيده يتمسك ويروح يتصلب فمعاه سيف. فعمل ايه بطرس بالسيف اللي معاه؟ كان في عبد مسكه كده بطرس وراح قطع له ودانه، راح قطع اذن العبد. عمل ايه الرب يسوع؟ عمل ايه؟ انبسط كده قال كده تمام. فين بقى التلاميذ بقى كل واحد بسيفه كده؟ ما عندوش كده. راح قال لبطرس مسك الاول الودن اللي اتقطعت وراح رجعها مكانها مره تانيه. ما هو اله عظيم، اله قادر، رجعها مكانها وراح قايل لبطرس رجع السيف بتاعك مكانه. وفي هنا حته يعني حقيقه انا نفسي قوي يعني اراها لحضراتكم، موجوده في متى 26 وعدد 52. تحب اقرا لكم جزء منها؟ اقرا لكم جزء منها. بيقول كده هنا: رد سيفك الى مكانه. ده الرب يسوع قال لبطرس رد سيفك الى مكانه. اسمع تاني: لان كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون. شفت ازاي؟ ده تعليم يسوع. ده انا ما شفتوش ماسك سيف. انا قريت كل الكتاب العهد الجديد كله ما شفتوش ماسك سيف ولا مرة. ما شفتوش ولا مرة واحد شتمه راح هو شتمه. ده في مرة واحد تجرأ لطم المسيح فراح الرب يسوع رد عليه قال له قل لي يا عبد لماذا لطمتني؟ يعني إذا كنت عملت حاجة وحشة قل لي. فشوف الجنتلة،
شوف ازاي، شوف الناس الحلوه لما تبقى مليانه بسلام ربنا. تعالوا بينا ننشر السلام، تعالوا بينا ننشر الحب، تعالوا بينا نكون نور في العتمه. نور عتمه، عتمه مليانه حروب، مليانه دم، مليانه اوجاع، مليانه احزان، مليانه ضيق. يا رب اعني لكي انشر النور وانشر السلام يا رب. يا رب انا عارف انه صعب، بالمناسبه امام الله صعب. ايه رايك يا فادي؟ امام الله صعب ان احنا نكون دعاة سلام، لان الطبيعه اللي جوانا تميل للعتمه، تميل للعتمه. الطبيعه عايزه العتمه. يقول لك ايه؟ النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور، لان اعمالهم كانت شريره. يعني انا هو ما تطلعيش النور، انا مش عارف اسكر، مش عارف اعمل اسحار، مش عارف اروح ناحيه الاعمال، مش عارف اروح ناحيه المخدرات، السجاير، ما تطلعنيش من العتمه. العتمه فشوف فيها حاجات كتير، بسمع اغاني ببقى كده يعني حاجات كده يعني. عارف يا فادي، مره كنت راكب تاكسي، انا مرات يعني احب اركب تاكسي المشوار بالذات بعيد يعني، فشغل السواق اغنيه. طبعا ما اقدرش اقول له بعد اذنك اطفي، اتكسف يمكن ساعات. والاغنيه بتقول ايه؟ حياتي سطرين باين حزينه، ولا كتاب حياتي يا عين، كتاب حياتي يا عين، يا عين مال مال بالي، شفت زيه كتاب ايه، ما شفت زي كتاب، ما شفت زي كتاب، ماله كتاب حياته هذا؟ الفرح فيه سطرين، وبيقول الفرح فيه سطرين. تخيلوا واحد يبقى عايش في الفرح سطرين، طب وباقي الكتاب ايه يا عم؟ العتمة. بقى الكتاب ضمة، بقى الكتاب صعب قوي، لكن كل حياتي والفرح فيها سطرين. هللويا. ناخد منير من منيا ونسمع ترنيمة. أمين. إيه رأيك يا فادي؟ أمين. أنا أخو منير اتفضل. إزيك يا هون؟ أهلا بحضرتك، اتفضل. طيب ارجع. بنت الرب من مصر، اتفضلي. أكيد يا هون. أهلا بحضرتك. حضرتك يا ابونا، ازاي حضرتك وازاي لك شفاتك من الحبيبه كنا يباركها ويخليك لينا يا ابونا. الله يخليكي، الله يخليكي، شكرا. طيب معلش ارجعوا اتصلوا تاني لو عندكم طلبات صلاه او مداخلات، اهلا وسهلا بيكم. نسمع ترنيمه ونرجع مره تانية نتكلم عن مواضيع مهمه قوي تطلعنا النهارده من العتمه. من العتمه انا اقصد ان ممكن كمان العتمه تكون ظروف صعبه بنمر بيها، ممكن من أولاد وبنات الله اللي بيشوفونا النهاردة في تجربة صعبة، في أوجاع، في أحزان، في حمل تقيل، في غم، في كآبة، في ضربة من إبليس على حياتك بالحزن. الله بيقولك النهاردة أنا هطلعك من العتمة دي، أنا هطلعك، أنا أخرجك من الضيق ده، من الوجع اللي انت فيه ده. رنم مع اخويا فادي، تعزى وتبارك، غمض عينك، خد مسحه من الروح القدس تتنقل من العتمه الليله. مين مين بابا يا ابو المراحم يا عطوف، بابا ارحمنا وطرد اي خوف، بابا قوله معايا، بابا يا ابو المراحم يا عطوف، بابا ارحمنا وترد اي خوف، يا سامع الصلوات يا صانع الخيرات في الأرض والسماوات، عيوننا هي نحوك، بعين متحننا انظر
نحينا ارحم وينكينا عافي حسب غرامك بابا بابا يا ابو المراحل يا عطوف بابا ارحمنا وطرد اي خوف بابا يا ابو المراحل يا عطوف بابا ارحمنا وطرد اي خوف صارت دمعنا زاد وقت العنا ما زاد ايوة رب اسند ايماننا بزاد يحيي رجاء شعبك سألونا طول اليوم هل غبت هل هتقوم وشتتنا هل هيدوم ايوة رب جاوبنا من فضلك بابا يا ابو المراحل يا عطوف بابا ارحمنا وطرد اي بابا بابا يا ابو المراحل يا عطوف ارحمنا وطرد اي خوف اخطأنا وعصيناك عولنا في قلوبنا هلاك لكننا ما نسيناك ايوة ولن تراح تنسى بتاع الطفاطك بتاع الطفاطك عود اجمعنا لا هنعود رفع ايدينا بعود الصلب كالمرسى يا بابا بابا يا ابو المراحل يا عطوف بابا ارحمنا وطرد أيوة أيوة بابا بابا يا ابو المراحل يا عطوف بابا ارحمنا وطرد أي خوف يا ابو اليتامى حن على أرملة ومسن صلاة يا رب من أجلهم شباب نصار بيئن اذكر لنا عهد ارفع ايدك قولها معايا خلصنا يا ابو الكل بسلامك انت حل سكن قلوبنا في حسن المنع اسمك بابا يا ابو المراحم يا عطوف بابا ارحمنا وطرد اي خوف يا رب يا رب يا رب مبارك الرب الى الابد. عارفين يا احبائي لما كان بيرنم فادي بيقول ارحمنا يا ابو الكل يا ابو الكل وارحمنا وطرد كل خوف. ايوه تحب نكون صرحاء مع بعضنا؟ في خوف، في خوف منتشر الايام دي في اماكن كتيره قوي. انا بكلمكم جد، انا بتجيني تليفونات ساعات خايفين هنتصرف ازاي. في ناس بتتكلم كتير عن الخوف اليومين دول، عن القلق. انا عايز اقول لك النهارده الروح القدس بعت الكلام ده ليك
أمام الله اللي بيتفرج عليا النهاردة، في حد الخوف غلبه، الخوف عامل لك ضغط على حياتك، الرب بيقول لك النهاردة إن أنا هطرد الخوف اللي جواك يا رب. عجبني قوي لما فادي كان بيرنم وبيقول التعبير أنا بحبه شخصيا جدا، أنا ساعات كتير قوي بندهله بنفس التعبير، بابا 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 يا ابو المراحم يا عطوف بابا ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، ارحمنا اليومين دول واطرد كل خوف، اطرد كل خوف. انا اخذ معاكم حته برضو قبل ما نسمع ترنيمه ثانيه، اخذ معاكم حته يعني في الكتاب. طب ناخد فريال من انجلترا، ارسل بيك اخت فريال. اخ سميه سلام ونعمه المسيح معاكم على الاخ المرنم فادي. انا اشكر الرب عليك وعلى برنامج وقتك والمواضيع اللي تطرحوها على قناه الكرمه، والرب يبارككم ويتمجد في خدمتكم باسم يسوع. اخ سمير، المسيح له كل المجد، من قال انا نور العالم في رساله بولس الرسول الثاني الى اهل كورنثوس، يقول الوحي الالهي اصحاح 4:6، فان الله الذي امر ان يشرق نور من الظلام هو الذي جعل النور يشرق في قلوبنا. أمين. لاشعاع معرفه مجد الله المتجلي في وجه المسيح. فاحنا علينا ان نجعل نور المسيح يلمع فينا قبل ان نكون نحن انفسنا انوار للناس ويشوفون المسيح في سلوكنا، في معيشتنا، في كل حياتنا. يباركك رب. وعندي ايضا وعندي طلب الصلاه اخ سمير من اجل زوجي، ابن الرب تعبان شويه، ارجو الصلاه من اجله انه الرب يمد ايده ويشفيه. وشكرا والرب يبارككم. امين. شكرا يا اخت فريال. الاخ منير من المنيا، اهلا وسهلا بيك. جناب الكل اهلا بحضرتك، اتفضل. ليه يا سيد الساله بس عاوزك تسلم لاخويا عشان دخل العمليه بكره ان شاء الله. اسمه ايه اخوك يا اخو منير؟ اخويا اسمه سمير على اسم حضرتك. طب خلاص مش هنساه، هنصلي لاجل الاخ سمير. وابني برضه عنده ظروف تسليل سعيد. حاضر 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 يا اخو منير، خليك معانا اخر حلقه، هناخد وقت صلاه يا فادي كده. هناخد وقت صلاه. ما تكملنا دلوقتي. طيب نعم دلوقتي ضروري كده دلوقتي. امين. غمض عينك. طب هو جنبك الاخ سمير؟ جنبك. هو طلب مني قال لي خليهم يصلوا لي. طيب خلاص غمض عينك، غمض عينك. يا رب اشكرك من كل القلب يا رب. هو طلب ان احنا نصلي لاجله دلوقتي، وانا واثق تماما ان امكانياتك عظيمه، انا واثق تماما ان ما عندكش مستحيل يا رب، انا واثق تماما انك تقول فيكون وتامر فيصير، انا واثق تماما يا رب ان ليك في الموت مخارج يا رب، أنا واثق تماما إن اللي سمير تعبان بيه اللي هيخش بكرة يعمل عملية، أنا عايز إيدك تكون معاه يا رب، إيدك تكون مع الأطباء، إيدك تكون مع عبدك، تدي له راحة، تدي له سلام. هو طلب إن هنصلي لأجله. مد إيدك يا رب بطريقة غير عادية على عبدك، ونسمع أخبار طيبة يا سيد. اسم الرب في اسم المسيح لك كل المجد. آمين 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 آمين. حقيقة أنا يعني نفسي قوي أتكلم في حاجة فادي مهمة جدا موجودة في العهد القديم، ومش عارف ليه مثقل بيها، يعني إن أحكي لك فيها مهمة قوي، لأن ربنا عايز يعمل حاجة معانا. أنا واثق تماما إن في حد بيتفرج علينا دلوقتي، هو بيبص على الشاشة، هو أنت قاعد مشدود جدا، الرب عايز يقول لك حاجة، عايز يكلمك حاجه في الفصل الكتابي ده، بعته ليك. اسمع كده في اخبار الايام الثانيه اصحاح 20. طبعا مش هقدر اقرا من 1 لغايه عدد 22 مش عشان وقت الحلقه، مش هقدر اقراه كله، لكن هقول لك كده بالظبط. كان في واحد اسمه يهوشافاط، ها ده تقدر تقراه حضرتك في اصحاح 20 عدد 1 لغايه 22. بيقول كده يهوشافاط، قالوا له كده يعني بعتوا له، جوا له بخبر
خليني اقول كده يعني ان ذا سمبل واي بطريقه بسيطه يعني قولوا بخبر كده خبر طبعا مش حلو بصراحه يعني خبر بجد مرات بتجينا كده اخبار مش حلوه صح كده مرات كده التليفون يجيب لك حاجه ما تبسطكش تبقى نازل تركب العربيه تلاقي حاجه ما تعجبكش اخبار كده ده بيحصل جه ليهوشافاط جه ليهوشافاط بيقولوا له ايه قد جاء عليك جمهور كثير شوف ازاي جاي عليك جمهور كثير وعشان الوقت مش عايز اقول لك اسمائهم ايه المهم جايين على يهوشافاط من عبر البحر جايين لك من البحر طيب هيعمل ايه يهوشافاط الغلبان ده هيتصرف ازاي ها اسمع كده قال فخاف يهوشافاط خاف طب ما ليه حق يا فادي يعني ما انا لما يعني يحصل هجوم يحصل جمهور كتير معرفش الجمهور الكتير جايين عليك ايه هم يا ترى صحة يا ترى خسارة مالية يا ترى امر في البيت حاجة كده عمالة تضرب كده عاملة لك عكننة ها يا ترى الجمهور الكتير دولة نفسية مش متظبطة انت مش متظبط انت اليومين دولة بتحاول تضحك ومش قادر عايز تفرح ومش عارف نفسك تطلع بره الضلمه اللي مش عارف فطبعا يهوشافاط لما حصل معاه كده خاف يهوشافاط ليه حق طبعا انا اقول ليه حق ان مرات كتيره الواحد يشوف ظروف صعبه جايه عليه يقلق ها لكن مرات الرب يكلمني يقول لا داعي للقلق اللي انت فيه ده ايه رايك تاخد الكلمه دي من الرب الليله لا داعي للقلق اللي انت فيه امام الله لا داعي لان يوجد لك اله هياخد الخوف هللويا هياخد القلق هياخد عدم السلام اللي جواك هياخد عدم الفرح اللي انت محروم منه هيرد ليك كل مسلوب باسم الرب يسوع صدقني هللويا صدقني مش بطبطب عليك انا مش بقول كلام من عندي اقوله يا عم انا مش ببيع لك كلام انا بقول لك كلام حقيقي من كلمه الله خاف يهوشافاط شوف الرب بقى يعمل ايه مع يهوشافاط اسمع كده يعني بجد انا قد ايه بتعزى جدا من الجزء ده يعمل ايه يهوشافاط خلي بقى لما انا خاف اعمل ايه ده سؤال يعني مرات كده قالوا لي سنك قد ايه انا مش هقوله يعني ما تقلقوش ها سنك قد ايه فقلت لهم سني للي قاعد معاهم وبعد اول ما سمع واحد سني قال لي الله ده انت كده ان شاء الله هتتعرض لحاجات في البروستاتا يا دي الوعى البيضه انا كنت اول مره اسمع الاسم اصلا فالمهم تعبت فعلا حقيقي بدات بقى اخاف الله انا مش عارف ايه البروستاتا انا مش عارف ايه خلي بالك لو كتفك وجعك من ورا دي مبادئ ذبحه خلي بالك لو صدرك هنا الالم دي ما بقى عايشونا في جو كده لو صدري وجعني يبقى ذبحه لو مش عارف اخش لو مؤاخذه حمام يبقى بروستاتا لو مش دماغي صدعت يبقى الضغط عالي السكر مش عارف عمل ايه في الرجلين والاطراف حاجه عايشونا كده في جو صعب قوي انا بقول لك النهارده لما بخاف اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هللويا اسمعني بقى الكلمه الجايه دي انا شاعر ان هناك نفوس بتشوفنا دلوقتي الرب بيتكلم معاها بيقول لها كده الخوف اللي بيهزمك الخوف اللي عامل لك ضغط جامد قوي الخوف اللي طرد سلام ربنا من داخلك ومن بيتك الله بيقول لك الليله انا ساطرح هذا الخوف خارجا في اسم الرب يسوع هللويا اسمع كده الحته اللي جايه دي لما خاف يهوشافاط نادى بصوم اتنين بعد ما نادى بصوم طلب وجه الله اجتمع مع كل الناس جمع الشعب كده وقالوا تعالوا نصلي ليسالوا الرب جاءوا من كل البلاد عشان يصلوا وبدا يصلي تحب اقول لكم الصلاه انا نفسي قوي رامي يحطها لنا على الشاشه حقيقي في اخبار ايام الثانيه اصحاح 20 ربما تكون عدد 3 مثلا او عدد 4 ماشي اسمع كده وقال اسمع بقى يا فادي
قبل ما ترنم لنا تاني. وقال، عارف قال ايه يا يوشفاط؟ يا رب اله ابائنا. ايوه هاليلويا. اما انت هو الله في السماء، اما انت هو الله في السماء، وانت المتسلط على جميع ممالك الامم. ايه رايكم؟ ايه رايكم انتوا بتشوفوني دلوقتي؟ هو متسلط على جميع ممالك الامم ولا لا؟ طبعا يا فادي طبعا. والاحبه اللي قاعدين على الكاميرات، ها متسلط ولا لا؟ طبعا متسلط على جميع ممالك الامم، قلوب الملوك كجداول المياه في يده. هللويا. لا متسلط، يقدر يعمل كل حاجه امام الله. انا بقول لك الكلام ده، يستطيع الله من السماء ان يامر فيطاع. اسم الرب يسوع. على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت، وليس من يقف معك. يعني حد يشوف قدامك. هللويا. طيب ناخد الأخت نهال من لندن ونرجع نقول فكرة قبل ما نرنم تنيمة تانية. ناخد أخت نهال. أهلا بيك أخت نهال، اتفضلي. سلام ونعمة حضرة القسيس سمير، برحب بحضرتك ومرنم إسرائيل الحلو الأخ فادي، الرب يبارككم ويستخدمكم دايما لمجد اسمه. وبشكر الله جدا من أجل عنوان النهاردة، نور في وسط العتمة، لأنه بجد بجد ما أحوجنا ككنيسة وكمؤمنين حقيقيين بالرب يسوع بالذات في هذه الأيام، أن نكون نورا في عالم اختفى فيه النور والحق وزادت فيه الظلمة والضلالات والزيف. عشان كده برفع عيني للرب في البداية وبقول له يا رب من فضلك خلي كنيستك تكون مستيقظة وواعية وواقفة على الأسوار وبتنادي بأعلى صوتها إنه مفيش مخلص غيرك، خليها تشاور عليك بكل فخر وتقول أنت هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم، ومن لا يقبلك سيعيش في ظلمة إلى الأبد. صحيح. والحقيقة أنا عايزة أشارككم بآية يمكن مش من الآيات المشهورة، يعني أكيد كلنا نعرف الوصايا العشرة، لكن لفت نظري وصية جديدة اتقالت في أعمال الرسل 13 وعدد 47 بتقول لأنه هكذا أوصانا الرب. إيه هي الوصية؟ قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت أيوة يلي بتسمعنا خلاصا إلى أقصى الأرض. أنا عايزة أشجع نفسي وأشجع حضراتكم وكل المشاهدين الغاهين على قلب الرب إن إحنا ما نستصغرش نفسنا، وتعالوا نعتمد على قوة الروح القدس الساكن فينا ونصدق إن الرب أقمنا نورا للأمم وباسم يسوع ستكون في خلاص الى اقصى الارض. هاليلويا. امين. بألف والاثنين بربوة ب10,000. فبصلي من كل قلبي النهارده لكل المشاهدين اللي لم يختبروا خلاص الرب صلاه اعمال الرسل اللي في اصحاح 26 بتقول لتفتح عيونهم يا رب كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. عشان كده عندي طلب خاص من حضرتك يا قسيس سمير. تفضل. وبعدين هختم بسؤال لضيفك الكريم الأخ فادي. فالطلب هو لحضرتك إنه تفضح الخديعة وتكشف الزيف لكل مشاهد معتقد إنه هو عايش في النور وهو للأسف عنده حقد وكراهية للآخر، لأن الآية الجميلة بتقول بكل صراحة من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة. فلو حضرتك تلقي الضوء على الحتة دي يبقى رائع. وآخر حاجة سؤالي، حضرتك قلت في البداية إنه مطلوب من المؤمنين الحقيقيين أولاد الله إن هم يكونوا نورا للعالم، وده يتطلب مني إني أتداخل مع العالم ولا أكون منعزلا عن العالم. ففي نفس الوقت الآية بتقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أي خلطة للبر والإثم وأي شركة للنور مع الظلمة. فسؤالي لحضراتكم، علشان كلنا بلا استثناء عايزين نكون فعلا نور للعالم، إزاي أعمل البالانس التوازن بين أني أكون وسط أهل العالم ولكن لا أخالطهم، أو بصورة بسيطة أقدر أقول إزاي أكون مؤمنا يؤثر
ولا يتأثر. أرجو التوفيق. ربي يباركك. شكرا ليك يا أخت نهال. ألو. طب معلش الأخت من الأليوبية معلش تعبي واتصلي مرة تانية. احنا آسفين جدا. أهلا بيكي. صح الأخت نهال يعني اتكلمت على فكرتين مهمين جدا يعني حي. بس أخت نهال أنا سمعت كويس جدا. وإحنا فعلا يعني رغم أن العالم مليان ظلم ما أثرش فينا يعني. لكن العالم إحنا في العالم لكن العالم مش عايش فينا. مش عايش فينا. العالم مش عايش فينا. فإحنا نور في وسط الظلام. حي. برضو قالت يعني حتة كويسة جدا حي. الرب يدينا نعمة. أمين يا أخت نهال. الرب يدينا نعمة. طيب هناخد محب واقول لكم الرب دي نعمه في ايه. ان انا احب فعلا يعني يكون قلبي مليان بالمحبه. قلبي مليان بالمحبه لان ما ينفعش اقول انا 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 عايش في النور وابقى بكره اخويا. أيوه. او بحقد عليه. أيوه. او عندي مشكله مع جاري او داخلين في خناقه. طب ازاي؟ ما ينفعش. الله يدينا نعمة نقدر نعمل كده. أنا حقيقة بقول ممكن أقول حاجة قبل محب الأخ محب المرنم. يا أخ محب معلش اسمعني هقول جملة بس بعد ناخد تليفونك. أنا بتكلم بأمانة بجد. حاجات كتير قوي أمام الله ما نقدرش نعملها. يقول لي حب عدوك. أقول لك إيه يا عم؟ وا 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 حاجات كتير قوي أنا مش عايز أقولك عشان وقت الحلقة. اللي أقدر أقوله لك ان بالروح القدس لما ملأ حياة بطرس بطرس نفسه اتغير. بطرس نفسه ما كانش محتاج بقى حد يقول رجع السيف. شفنا بطرس يتصلب لأجل المسيح. هو كده الروح القدس يساعدني أحب عدوي. الروح القدس يساعدني أقبل الوضع اللي أنا فيه. الروح القدس يساعدني أني أخرج من العتمة للنور. هاليلويا. امين. ناخد تليفون. الاسيس ابراهيم اهلا وسهلا بيك. اهلا ازيك يا حضرتك. ازاي حضرتك اهلا بيك. الو. ايوه يا اسيس اتفضل. منور الشاشه انت والاخ ساده حنا الرب يبارككم. الاخ ابراهيم اتفضل. عنوان الحلقه رائع نور في وسط العتمه. وده بيورينا ان الرب يسوع المسيح في فترة الصمت ما بين العهدين العهد القديم والعهد الجديد مدة كانت تتراوح لمدة 400 سنة. السماء حاجة بتوجه عن الارض واصبح الانسان عاجز وقاصر ان ينظر الى السماء وكانت عداوة قائمة بين السماء والارض. لكن جاء المخلص والفادي يسوع المسيح اللي في ميلاده العظيم المقدس رنمت الملائكة مع جمهور من الجند السمائي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المقرة. الرب يباركك يا أخ إبراهيم. الرسالة وصلت. أهلا وسهلا بيك. ندي فرصة لأحباء لأن التلفونات كتيرة فعلا. أهلا وسهلا بيكم أخ إبراهيم. دايما مداخلتك بتبقى فيها شيء غني. ناخد طلعة مني وبعد كده نسمع ترنيمة فادي ممكن. أيوة طلعة تفضل. أهلا وسهلا بيك. منور انت وخادم الرب الاخ فادي. ربنا يباركك. شكرا. اتفضل. ربنا يبارككم ويستخدمكم. شكرا ليك يا طلعت. في ايه المداخله؟ عندك مداخله او طلبه صلاه يعني؟ محتاج طلبتين صلاه. اتفضل. انا كنت بعت لحضرتك على الماسنجر. انا اسف جدا سعاد. عمي عنده كانسر في المثانه وفي البروستاتا وحالته صعبه ومحتاجه ايد الرب وهو ابن للرب خادم. اسمه ايه؟ اسمه يا اخ طلعت. اسمه كامل عياد. كامل. المدام عندي عندها ايدها تعبانه وكشفت لها عند 2 دكاتره جالوا فيه التهاب في وتر في الايد.
حاضر. ومحتاجة راحة ودينا فترة يعني بنعاني من الموضوع ده. محتاجين نتطلع عشان الأمر ده. حاضر يا أخي طلعت. حاضر. خليك معنا لآخر حلقة وإن شاء الله نقضي وقت صلاة مع بعضينا. احنا بقينا لنا امين بقينا لنا نص ساعة ان شاء الله نلحق نصلي ونلحق نرنم. امين ربنا يبارك. وناخد هبة. هبة من المنيا باختصار كده. هبة تفضلي. تفضلي اهلا بحضرتك. اهلا بك امين. انا هبة من المنيا. اهلا بيك. من عطيك ابن تبع الجسيف عبدي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي. ازاي حضرتك يا ابونا؟ نشكر ربنا. نشكر رب بخير. ربنا يبارك. شكرا. شكرا. يا ابونا كنت عايزه تبدي الصلاه من اجل بيتي. من اجل مين؟ بيتي. جوزي. جوزك. اتفضلي. اتفضلي. كل ما يسافر بره الست يتعطل ينزل يتعب في الكتاب. في ست تعمل زيي. حاضر حاضر اختهبة. حاضر حاضر اختهبة. حاضر حاضر. طيب نسمع ترنيمة. أهلا وسهلا بيكي. شكرا لحضرتك. خلينا نسمع ترنيمة من فادي وارجع بس أقولكوا آية مشغول بيها قوي. في حد بيتفرج علينا النهاردة محتاج الآية دي. أنا بكلمك بجد. تعال نسمع ترنيمة ونشوف الرب عايز يقول لنا إيه. أمين. ما تخافش يا قطيع صغير بإلهك قادر بيغير. أمين. ما تخافش يا قاطع يا صغير ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل لو رجلك فوق الأشواك اطمن ده الرب معاك وهيملى قلبك تهليل ما تخافش يا قاطع يا صغير ده إلهك قادر بيغير ويطمن قلبك في الليل لو رجلك فوق الأشواك اطمن ده الرب معاك قلبك تهليل إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر ما تخافش لو طول ليلك عالمية هيمشي ويجيلك ويماشيك عالمية معاك لو نفسك خارت يرفعها اطمن دي لأن سمعها دي مكانتك غالية وجواك ما تخافش لو طول ليلك عالمية هيمشي ويجيلك ويماشي عالمية معاك لو نفسك خارت يرفعها اطمن دي لأن سمعها دي مكانتك غالية وجواك إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر ما تخافش من أي وشوش هيسد فواك كل وحوش وهتطلع راسك ما قول معايا الكلام اللي جاي السيد فوق
الأحداث سلطانه في مملكة الناس دي أوامره صوته مسموع ما تخافش من أي وشوش أي ستة فوق أي وحوش وهتطلع راسك مرفوع السيد فوق الأحداث سلطان في مملكة الناس دي أوامره صوته مسموع إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حي إلهي قادر إلهي جنبي إلهي حاضر آمين هللويا آمين آمين. محب تفضل أهلا بيك. خير. أهلا بحضرتك تفضل. ازيك يا سيف؟ أهلا بحضرتك. أرجو طب الصلاة لأجلي لأني تعبان جدا وعامل عملية شرايح مسامير. حاضر يا محب حاضر. وطب الصلاة لأخويا المرنم الجميل فادي حنا القائد الجميل بتاعنا. حاضر. آمين. حبيبي يا فادي عامل ايه؟ حبيبي ازيك يا محب؟ امين هنعمل كده يا اخو محب انا سلام بيك كلنا حبيبي اهلا بيك انا مدخلتك وان شاء الله نعمل كده حقيقة انا يعني قبل ما اسيب بس يا هوشافاط لازم نقول حاجه جميله جدا يعني يعني بيقول لي كده قال لهم كده لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير تخافش أيوة. لا ترتاع بسبب الظروف اللي حواليك أيوة. ايه الظروف اللي حواليك ايه الوضع اللي انت مش بكلمك انت يا فادي انا فاهم يعني. انا بكلم السادة المشاهدين كمان ايه الحالة اللي انت فيها ايه هي مش عارف ليه انا حاسس بروح القدس ان في ناس بتتفرج علينا الحالة حواليها مش احسن حاجة بتكلم بجد زي ما حصل مع يهوشافاط عشان كده بيقولك ما تخافش ما تخافش هكلمكم بعد شوية زي ربنا بيطرد الخوف أتمنى أني وقت الحلقة يكفي أن أنا يعني أشارك معكم شوية حاجات مهمة أوي لكن الخوف يقدر ربنا يشيله شاله من عند يهوشافاط من الشعب رغم أن كان وضع صعب جدا يقدر ربنا ما يقدرش إله حي إله قادر إلهي قادر إلهي جنبي إلهي جنبي إلهي حاضر إلهي حاضر حضرتك عايز إيه غير كده قادر جنبي حاضر قادر. موجود حي بكلمك بجد ممكن أسألك سؤال طيب ممكن معلش ركز معايا إيه الفرق بين قيامة المسيح وقيامة لعازر إيه الفرق بين الاثنين طيب قيامة لعازر لما قام لعازر يا فادي ايه اللي حصل الرب يسوع قال ايه لمريم ومرسى حلوه قال حلوه ودعوه يذهب خلاص يعني لان كان مربوط فخدوا الكفن حلوه قماش ده اللي مربوط بيه ويا مريم خديه معاكي لان لعازر هيموت تاني وعايزه صح ولا لا صح مش العازر مات تاني مات تاني مش استعمل الكفن تاني فخديه معاك يا مريم وانت يا مرسى شلوه وهن يعني العازر هياخده تاني هنلفه بيه تاني مش كده الرب يسوع لما قام من الاموات راحت المريمات راحوا عند القبر ها وبصوا في داخل القبر ماذا راوا اكفان ماذا راوا راوا الاكفان موضوع. والمنديل موضوع هناك الله طب الرب يسوع ما خدوش معاه ليه زي العازر لا ما خدوش معاه لان هو مش هيموت تاني هو حي الى ابد الابدين هللويا هو حي اله حي هيطرد كل خوف جوانا هللويا اله حي هيخليني اهزم العتمه
اللي جوايا إله حي هيطلعني من الأزمة اللي أنا فيها. إله حي صدقوني أنا 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 شاعر كده بالروح القدس. إله حي هيعرف ينقذني من الوجع اللي أنا فيه، من التعب اللي أنا فيه. صدقني في حد بيتفرج علينا الرب بيقول له الكلام ده، الطلبة الذي تنالها من قبلي أنا عايزك تتأكد تماما إني سأرسلها لك في ميعادها، وسوف ترى يميني الذي تنقذك في كل الأمور اللي أنت بتمر بيها. هاليلويا. إله حي قال له كده لا تخاف ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور. ما تخافوش ما تخافوش. عمالين يقولوا لنا هو بكره في ايه؟ يا ترى بكره شايلنا على ايه؟ امام انا كنت قاعد جنب واحد فادي قاعد جنبه، وبعدين بيقول ايه؟ يا دنيا واخدانا على فين؟ وبيقولها كده بطريقه كانه بيلحنها يعني. يا دنيا واخدانا، انا بصيت لي عمه واخدانا على فين؟ قال لي صدقني ما حد عارف واخدانا. انا عارف الدنيا واخدانا على فين، عارف واخدانا على حفظ الله وعنايه الله وحمايه الله ورعايه الله. هقرا لك ايه دلوقتي اتاثرت بيها جدا النهارده، كنت بنقراها النهارده الصبح. امام الله يا فادي جسمي كله اشعر، اتاثر حافظها من زمان بس الرب راح بعتها لي مره ثانيه، قال لي خد الايه دي مهمه قوي. طب اشارككم بيها ممكن؟ اسمعوني كده، يا ريت رامي يحطها على الشاشه يا ريت. موجوده في مزمور 66. اسمع يا فادي بجد كلام في منتهى الجمال. مزمور 66 يا رامي، مزمور 66 من عدد 9 لعدد 11 ماشي؟ طيب اسمع بقى الكلام الجاي ده، حاجة في منتهى الجمال حقيقي. يقول لك ايه؟ الجاعل أنفسنا في الحياة. جعل أنفسنا فين؟ في الحياة. في الحياة. ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. يعني ايه؟ يعني اسمع يا فادي، أمام الله الرب بيقول لك كده مش هتتزل. هللويا. مش هتتزل، مش هيخلي رجلك تقع تتكعبل تتعب، لا 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 لا. الرب كده لم يسلم أرجلنا إلى الزلل. طيب اسمع كده العدد 10 بقى، ها؟ لأنك جربتنا يا الله. ده داود بيقول الكلام ده. محصتنا كمحص الفضة، زي ما بيعملوا الفضة ازاي بيشكلوها، بتبقى صعبة شوية. مرات ربنا بيعمل معانا كده، مرات بيسمح الله اني اخش في حتة صعبة قوي، زي ما قال هنا محصتنا كمحص الفضة. اسمع عدد 11، عدد 11 ادخلتنا الى الشبكة. يعني عارف لما تتحط في شبكة، يعني اقول لك بالتعبير البسيط، التعبير المصري البسيط اللي هنفهمه كلنا. مرات كتيرة الواحد يقول لك انا مخنوق. امام الله ناس كتير يكلمونا في النهضات والاجتماعات يقول لي يا أسيس انا مخنوق، انا مخنوق، انا مش قادر، مش قادر افك. يعني كده ادخلتنا الى الشبكة. طب وبعدين جعلت ضغطا على متننا. عارف يعني ايه؟ انا دورت عليها النهارده بجد عشان اعرفها صح. قال لك مع اني قريتها من زمان قوي بس حبيتها قوي لما قال ضغط على متننا. متننا يعني على ظهرنا، حط ضغط على ظهرنا. ياما ناس كتير يقول لك انا شايل حمل تقيل، في ضغط عليا جامد قوي، انا مش عارف اخد ضغط من البيت ولا ضغط من الشغل ولا ضغط من الصحة ولا ضغط من الظروف الصعبة اللي انا بمر بيها. ضغطا على متننا. مرات كتيرة قوي احس ان الحمل تقيل امام الله. مرات كتيرة اشعر وكأنني احمل احمالا كتيرة لا استطيع ان اسير، مش قادر اخط خطوة قدام ولا قادر اكمل المسيرة ولا واقول له مش قادر اكمل الحمل تقيل. جعلت ضغطا على متننا. اسمع كده الحتة الجاية دي، ركبت اناسا على رؤوسنا. يا دي الوقعة
مش عايز اقول حاجه مش بيضه ولا مش عارف وقع ايه، ركبت اناسا على رؤوسنا، يعني مش بس ضغط على متوننا على ظهرنا وحملتي، لا ده في ناس راكبه علينا. ايوه ده في ناس عنا ضغط. عارف لما حد يعمل لك ضغط؟ عارف لما واحد تقول له، يعني عندنا في التعبير كده بنقول يعني جيف مي ديستانس، يعني اديني مسافه، انت مالك عمال تضغط عليا ليه كده؟ ليه انت بتتعب؟ مش ممكن واحد يتعبني؟ ممكن. مش ممكن واحد يسبب لي الالم، يسبب لي الوجع امام انا بجري من العلاقات دي؟ لكن مرات كتيره قوي بتبقى مش قادر تجري منها. ركبت اناسا على رؤوسنا. اسمع بقى الحته الجايه دي لو حابب تسمعها، يعني جميله جدا. دخلنا في النار والماء. ايه ده كله ده؟ ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ دخلنا في النار والماء، ما الفتيه الثلاثه وبولس جوه البحر كده يغرق، يعني دخلنا والتلاميذ، يعني هحكي لكم عنه بعد شويه. دخلنا في النار والماء ثم اسمع بقى، اسمع بقى الحته جاي امام الله. اديني ودانك، اديني ودانك، معلش بعد اذنك، بلاش ما تنشغلش لا بتليفون ولا بباب ولا ولا بعيال. اسمع الحته جايه دي بقى. بعد كل ده، بعد كل ده يا فادي، مش هرجعهم تاني، ده كشكول من الالم، كشكول من الوجع، كشكول من التعب، كتاب مليان ألم بيقول له كده. أدخلتنا في الشبكة ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلتنا في النار والمية. إيه هتعمل إيه يا رب؟ اسمع بقى الأمل الجديد، الأمل اللي جاي ده، اسمع البركة اللي جاية لك دي، اسمع الفرح اللي جاي لك النهاردة، اسمع الخبر الجميل اللي جاي لك، اسمع الأخبار السارة اللي سيحملها الله إليك. اسمع كده، اسمع كده. ثم أخر تركتنا الى الخصب. هللويا. خلاص. عارف هقول لك تعبير بسيط بقى، خد مني، انا راجل غلبان على قد حالي وعص قروي، خد مني بجد. ادخلت زي ما بيقول كده، اخرجتنا الى الخصب. هقولها لك بالتعبير البسيط كده، هتفرج. هللويا. سامعني ولا ايه؟ ايوه. طب ما تبتسم معايا. ها هتفرج، هتتفك، هتطلع بره الوجع. هاليلويا. تيجي نصلي مع بعضينا عشان الرب النهارده يشيلني من الوجع اللي انا فيه ده، من الحمل الضغط الجامد قوي ده، واحنا بنسمع الموسيقى مع فادي ونستعد عشان برضه نسمع الترنيمه تاخدنا في جو تاني. عايز اقول لك على حاجه، اسمعني كده، اسمعني كده، وفادي بيعزف موسيقى قبل ما يرنم. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ها لعازر يقعد 4 أيام في القبر لكن هيقوم، صح ولا لا؟ 38 سنة المريض عند بركة حزدة قاعد مريان مرمي 38 سنة، لكن جاله يسوع وقال له قوم واحمل سريرك وامشي. التلاميذ في المركبة هتغرق، جالهم في الهزيعة الرابعة، مهما تأخر الرب لكن جاي هيقوم لعازر، جاي في الهزيعة الرابع عشان يسكت الموج وينقذك منه. جاي الرب، جاي الرب، جاي، صدقني جاي لك، جاي لك، جاي لك، جاي. أخرجتنا إلى الخصب، طلعتني الجو تاني، طلعتني البركة. مش عارف ليه مشغول اقول الكلام ده لحد موجود. الرب بيقول لك الكلام ده، هيطلعك ويرد ليك المسلوب. اسم الرب يسوع. هيرد ليك المسلوب، هتخرج الى الخصب، هتطلع لدائره تانيه، تطلع لجو تاني، هتطلع لبركه. يلا صلي معاك، اصلي معاك وفادي بيعزف معانا قبل ما يرنم. هصلي معاك، أصلي معاك وأصلي لأحباء وطلبات الصلاة قبل ما الحلقة تنتهي كمان. أنا بصلي النهاردة إن كل واحد متألم زي يهوشافاط، كان في جمهور كتير يا رب، كل واحد عنده خوف، كل واحد عنده قلق، كل واحد عنده ضغطا على متننا، كل واحد يقول ركبت أناسا على رؤوسنا.
كل ده كل ده الناس اللي عايشه في الجو ده اللي بتسمعني دلوقتي، يا رب انا بصدق النهارده انك هتطلعنا الى الخصب. احنا طالعين يا رب، احنا طالعين للبركه، احنا طالعين لامل جديد. ايوه احنا طالعين لحياه تانيه خالص. احنا مش شايفينها سودة، احنا مش شايفينها سودة، غيمة سودة يا رب. ناس كتير اول يومين دول شايفينها غيمة سودة من الحوادث اللي حوالينا، من الاوجاع اللي بنشوفها، من الحروب والاخبار والزلازل، الامور الكتير شايفينها. لكن انا يا رب بالايمان ارى ان كل هذا سيتغير، والغيمة السودة هتبقى مطر وجايبة خير. هللويا، جايبة خير. يا رب صلي لأجل الأخ كامل اللي عنده الكانسر، إنك تلمسه لمسة شافية. إليزابيث يا رب تلمسها لمسة غير عادية، ترجعها لروحها، المعنويات ترتفع في حياتها يا رب. بصلي لأجل أخت فريال جزء إني إنك تلمس لمسة غير عادية لعبدك كمان يا رب. بصلي لأجل أخ سمير، بصلي لأجل كل اللي طلبت صلاة يا رب، كل طلبت صلاة لأخ حنة. يا رب يا رب نترجاك وعين في عرضك يا رب، وعين في عرضك ومالناش غيرك، وعين في عرضك وما نعرفش نروح حته ثانيه. الى من نذهب وكلام الحياه الابديه هو عندك يا رب. احنا جايين لك الليله، انا بترمي في حضنك الليله، انا بقولك طلعني من دايره الخوف، طلعني من دايره التعب، من الضغط اللي انا موجود فيه، من الالم اللي انا اللي موجوع منه، من الاوضاع اللي مرات كتيره صعبه 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 صعبه. يا رب انه يوم افراج من قبل جلالك الليله. يا رب ارفع عيني من عالظروف، خليك صاحي ويا ما هتشوف. أب صالح ليه مقاصد، قصده سلام مش رعب وخوف. ارفع عينيك من عالظروف، خليك صاحي ويا ما هتشوف. أب صالح ليه مقاصد، قصده سلام مش رعب وخوف. سيدك هيعدلها وإن مالت مسؤول عنها، سيدك هيعدلها وإن مالت مسؤول عنها. هو حافظها، اعلن معاك، هو حافظها، هو حافظها، هو حافظها. ما تخافش هو مرتبها، ما تخافش هو مرتبها. حتى لو اكتست في دين، حتى لو اتسد طريق، هو عنده للموت مخارج. ما تخافش معك احلى صديق. سيدك هيعدلها وان مالت مسؤول عنها، سيدك هيعدلها وان مالت مسؤول عنها. هو حافظها، هو حافظها، هو حافظها، هو حافظها. ما تخافش هو مرتبها، ما تخافش هو مرتبها. مهما زادت المشغولية، سيب عليه المسؤولية، ده هو السند الدايم. انسى وفكر في الآباء، قول سيدك، سيدك هيعدلها وإن مالت مسؤول عنها، سيدك
يعدي الهم وإن مالك مسؤول عنها هو حافظها هو حافظها هو حافظها هو حافظها ما تخافش أبوك مرتبة. هاليلويا سيدك هيعدلها هيعدلها لو قلت تعبير كمان سيدك يعني لو مالت هو المسؤول كتبتها وقت صعب جدا الترنيمة دي هاليلويا يعني مسؤول مسؤول عنها مسؤول عنها. طبعا احنا باين لنا 3 4 دقايق معرفش المخرج مين معايا انزلك من المنيا طب ممكن بسرعه بعد اذنك عشان تسيب لنا بس دقيقتين نختم رحتي انا اسف جدا هتبقي انا بشكر رب كتير يا فادي الوقت الجميل ده بجد ربنا يباركك معانا بنتبارك بيك حي رب يباركك رب يباركك مع فريقك الجميل يعني بشكر ربنا طيب احبائي حي انا كان عندي كلام تاني كتير بس خلاص المخرج بيقول لي باين لنا دقيقتين فانا مش عايز برضو لكن عايز اشجعك ممكن تسمعني بجد انا محتاج اتشجع امام الله انا محتاج الكلام اللي انا بقوله ده مش ليكم انتوا انا مش احسن منكم ايوه انا كلنا اليومين دول عايزينك يا رب ايوه مش في تنمية بتقول عايزينك ايوه عايزينك في وطننا عايزينك في ارضنا انا بصلي كتير قوي لاجل بلادنا وانت برضه تصلي اجل بلدك اللي انت فيها هللويا صلي اجل الكره الارضيه كلها العالم كله ان شاء الله لمنطقه الشرق الاوسط سلام الله يحل في هذه المنطقة في اسم الرب يسوع وبصلي أجل رئيس بلدنا رئيس الحكومة رئيس الوزراء الحكومة الله يعطي سلام غير عادي وحكمة وقيادة غير عادية الأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع يا رب يا رب يا رب مش عايز أذكر بلاد بالاسم يعني لكن أرضنا عطشانة لسلامك يا رب أرضنا عطشانة يا رب لراحة صدقني الأرض مرات بتتعب الأرض نفسها بتتعب وتقول عايز ارتاح عايز ارتاح من الوجع عايز ارتاح من الألم عايز ارتاح من الدم عايز ارتاح مش عارف يعني في آية جميلة في أشعياء 14 عدد 3 شوف الآية دي يا فادي في منتهى الجمال حي اسمع كده كلام ربنا جميل قوي وجدت كلامك فأكلته لكن اسمع الآية دي ها الآية أشعياء 14 عدد 3 اسمع كده ويكون في يوم يريحك الرب حدش يقول له هللويا هللويا ويكون في مين عايز اليوم ده مين عايز اليوم ده انا عايز اليوم ده انا عايزه انا عايزه انا عايزه ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ها ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها مرات كتيرة الهم يخليني عبد الوجع يخليني عبد حوالين الهم القلق القلق الخوف الانزعاج أنا بنصحك بجد اليومين دول اقرأ الآيات الجميلة قوي دي يريحك الرب من تعبك من يقوله أمين معايا من يقوله أمين يريحك الرب من تعبك من انزعاجك من العبودية القاسية الله بمعنى كده بسيط يعني الله هياخدني من ايدي ويطلعني من الدايرة دي لدايرة مليانة راحة هاليلويا مين يقول امين ها طيب الرب يبارككم كتير قوي انا يعني اشكركم لاجل حسن المتابعه الرب يبارككم اشكركم لاجل التليفونات لاجل المداخلات الجميله كمان عايز اقول لكم الحلقه بكره تتعاد يوم الجمعه الساعه 2 الظهر على قناه الكرمه الميدل ايست وهتتعاد يوم السبت الساعه 2 الظهر على قناه الكرمه وهتتعاد كمان يوم السبت بالليل يوم الاثنين الصبح تتعاد الحلقه وتقدر تشوفها في اليوتيوب يوتيوب الكرمه
وكمان اليوتيوب بتاع برنامج جي وقتك، ويا ريت تعمل سبسكرايب، يعني تعمل كليك كده وتشترك معانا في القناه، هتشوف كل البرامج اللي بتطلع في جي وقتك او في زمن المعجزات او اتبعني انت او ايه اللي حصل ووعد الكل يوم ليه لا، برامج كتيره قوي. الرب يبارككم كتير جدا، نراكم الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامج جي وقتك، والى ان اراكم اترككم في رعايه الله.